السلام عليكم. مؤخرا نزل بحث مهم جدا عن هندسة الزمكان. البحث ده ظهر فيه جوانب غريبة شوية هنسمع عنها لأول مرة. طبعا لما بنتكلم عن الكون أول حاجة بتيجي في دماغنا إن المادة هي اللي بتقول للزمكان إزاي ينحني، والزمكان المنحني بيقول للمادة إزاي تتحرك، ودي تعتبر الحقيقة الجوهرية للنسبية العامة اللي بتوصف حركة الكواكب والنجوم والمجرات وتأثيراتها على الفضاء المحيط بيها. إلا إن احنا عارفين إن هي ما عندهاش وصف دقيق للحاجات الصغيرة اللي بيتم وصفها في نطاق الكوانتم. هنا بقى جه دور الفيزيائي سيوز هيرفر، واللي كان بيحضر الدكتوراه وأبحاثه كان ليها أثار مهمة جدا على مجال موجات الجاذبية، وكمان ممكن يكون ليها تأثير في كيفية التوفيق بين الكبير والصغير فيزيائيا في المستقبل. بيقول هيفر وفقا للنسبية العامة فالجاذبية مش قوة لكنها بتنشأ بسبب هندسة استمرارية الزمكان رباعية الأبعاد. وطبعا كلنا عارفين ان دي حاجة أساسية لظهور الظواهر الرائعة اللي بتحصل في العالم بتاعنا زي موجات الجاذبية. الأجسام الضخمة زي الشمس أو المجرات بتشوه الزمكان حواليها، بعد كده بتتحرك الأجسام التانية على طول المسارات الممكنة الأكثر استقامة، المقصود هنا الجيوديسية، عبر هذا الزمكان المنحني. لكن بسبب الانحناء ده فالجيوديسية مش مستقيمة بالمعنى الحرفي. في حال كواكب نظامنا الشمسي مثلا فبتوصف لنا مدارات إهلالية حوالين الشمس، وبالطريقة دي بتشرح النسبية العامة حركة الكواكب بالإضافة للعديد من ظواهر الجاذبية التانية، بدءا من المواقف اللي بتحصل معانا كل يوم لحد الثقوب السوداء والبيج بانج، وده اللي بيخليها حجر الزاوية في الفيزياء الحديثة. وأضاف هيفر أن الكوانتم بتقول أن الجسيمات زي الإلكترونات أو الميونات موجودة في حالات متعددة في نفس الوقت لحد ما نقيسها أو نلاحظها، وساعة ما بنقيسها بيقطعوا حالة واحدة بشكل عشوائي، وده بيرجع لتأثير غامض اسمه انهيار الدالة الموجية. الدالة الموجية عبارة عن تعبير رياضي بيوصف موضع وحالة جسيم معين زي الإلكترون مثلا، وبيؤدي مربع الدالة الموجية لمجموعة من الاحتمالات حوالين المكان اللي موجود فيه الجسيم، وكل ما يزيد مربع الدالة الموجية في مكان معين بيزيد احتمال وجود الجسيم في المكان ده أول ما نلاحظه. فمن الواضح إن كل المادة في العالم بتاعنا بتخضع للقوانين الاحتمالية الغريبة بتاعة الكوانتم، وبينطبق الموضوع ده على كل قوى الطبيعة باستثناء الجاذبية. في 4 قوى بتتحكم في الطبيعة: الجاذبية والكهرومغناطيسية والنووية العظمى والنووية الصغرى. أحد الأساليب اللي اقترحها البحث الجديد هو توسيع الإطار الرياضي وراء النسبية العامة. النسبية العامة بتعتمد على الهندسة الزائفة، ودي لغة رياضية قادرة على وصف معظم الأشكال النموذجية اللي ممكن يتخذها نسيج الزمكان. والاكتشافات الحديثة بتقول إن الزمكان ممكن يكون خارج نطاق الهندسة الزائفة وما نعرفش نوصفه إلا من خلال هندسة فينسلع، ودي لغة رياضية متقدمة شوية. الباحث هيفر بقى قام بتحليل وحل معادلة مجال معينة. على فكرة كل الفيزيائيين بيحبوا يوصفوا كل حاجة في الطبيعة من حيث المجالات. المجال ده حاجة ليها قيمة عند كل نقطة في المكان والزمان. درجة الحرارة مثلا في أي نقطة زمنية معينة، كل نقطة في الفضاء ليها درجة حرارة معينة مرتبطة بيها. والمجال الكهرومغناطيسي في أي نقطة زمنية معينة، فقيمة المجال الكهرومغناطيسي عند نقطة معينة في الفضاء بتقول لنا على اتجاه وحجم القوة الكهرومغناطيسية اللي هيواجهها جسيم مشحون زي الإلكترون مثلا، وهل كان موجود في النقطة دي ولا لا. بالنسبة لهندسة الزمكان فأكيد بنتكلم هنا عن مجال الجاذبية. قيمة المجال ده عند نقطة معينة في الزمكان بتخبرنا بانحناء الزمكان عند النقطة دي، والانحناء ده هو اللي تجلت فيه الجاذبية. بعد كده هيفر راح لمعادلة المجال الفراغي، وهي المعادلة اللي بتحكم مجال الجاذبية في الفضاء الفارغ، وبتوصف الأشكال المحتملة اللي ممكن تتخذها هندسة الزمكان في غياب المادة. بالتقريب كده الحوار ده بيشمل الفضاء كله بين النجوم وبين النجوم والمجرات. كمان بناخد في عين الاعتبار الفضاء الفارغ المحيط بالشمس والأرض والكواكب التانية. لما هيفر بقى حلل معادلة المجال دي كويس قدر يحدد كذا نوع من هندسة الزمكان. أول فئة من عمل هيفر بتتمثل في موجات الجاذبية، وهي التموجات اللي بتحصل في نسيج الزمكان وبتنتشر بسرعة الضوء، وممكن تكون ناجمة عن اصطدام النجوم النيوترونية أو الثقوب السوداء. بالفعل تم إجراء العديد من الملاحظات
على موجات الجاذبية، وأشارت إن أبحاث هيفر بتتفق كلها مع الفرضية اللي بتقول إن الزمكان ملوش طبيعة فنسلغية. أي نعم، نتائج هيفر تعتبر واعدة، إلا إنها بتخدش سطح الآثار المترتبة على معادلة مجال الجاذبية. وبيأكد هيفر إن لسه في أكتر من بحث في الاتجاه ده، وبيقول إن هو متفائل جدا لأن النتائج هتعمق فهمنا للجاذبية، وأكيد هتسلط الضوء على كيفية التوفيق بين الجاذبية والكوانتم. طبعا اتكلمنا كتير قوي قبل كده على السوبر نوفا واندماج الثقوب السوداء والمجرات، بس حد سأل نفسه قبل كده ايه اللي بيحصل في نسيج الزمكان خلال الاحداث الكونية دي؟ في مقالة مهمة جدا نزل على موقع ابحاث هارفورد بتقول ماذا يحدث للزمكان عندما تصطدم الاجسام الكونية. خلينا افكر حضراتكم ان اكتشاف موجات الجاذبية حصل سنة 2017 بمشاركة اكتر من 70 مقصد، والحدث ده حصل في نصف الكرة الجنوبي، بس مع الاسف اتمكن عدد قليل قوي من التلسكوبات من مراقبة المنطقة دي في السماء في الوقت ده. وبعدها علماء الفلك استخدموا كاميرا الطاقة المظلمة القوية الموجودة في تلسكوب بلانكو ووجهوها للمنطقة اللي انبثقت منها موجات الجاذبية، وساعتها قدروا يحددوا مصدر جديد للضوء المرئي في المجرة من جي سي 4993. وباستخدام الملاحظات الغدوية مع مصفوفة أتاكاما، علماء الفلك لقوا ان في اصطدام ادى لاطلاق نفاثة ضيقة من الاشعاع عالي الطاقة على بعد حوالي 30 درجة مننا. ولما الطاقة سخنت الوسط المحيط قدر مقصد تشاندرا يكتشف الاشعاع السينية. نرجع لموضوع الحلقة، لو جينا نستند للنظرية النسبية العامة هنلاقي ان الاجسام الضخمة بتثني نسيج الزمكان، وهو ده السبب في ظهور الجاذبية. لكن لما بتتصارع الاجسام دي زي الثقوب السوداء اللي بيدوروا حوالين بعض، فبيحصل اضطرابات صغيرة في نسيج الزمكان اللي هي موجات الجاذبية، والموجات دي بتنتشر في كل انحاء الكون بسرعة الضوء. بس لازم تعرفوا ان موجات الجاذبية صغيرة جدا، درجة ان عرضها بيوصل لجزء من مليار من عرض الذرة الواحدة، وهي مسافرة عبر الكون دون انقطاع، وبالتالي بيبقى ضغطها وتمديدها لنسيج الزمكان بسيط قوي. لازم تعرفوا ان البحث عن موجات الجاذبية استغرق عقود، بس مع الاسف التكنولوجيا ما قدمتش اي حاجة في النقطة دي الا اللي اكتشفناها مباشرة. لازم تعرفوا ان تم قصد اول موجات الجاذبية في 14/9/2015 بعد ما سافرت اكتر من مليار سنة ضوئية. وبعد ما حللوا الاشارة دي قدر علماء الفلك يستنتجوا ان في ثقبين اسودين كانوا في مدار ثنائي، ولما اصطدموا مع بعض اطلقوا طاقه على شكل موجات الجاذبيه. الحدث بتاع سنه 2017 كان اندماج نجوم نيوترونيه. يبقى اذا اللي بيحصل في نسيج الزمكان هو السبب في رصدنا للحاجه دي. يبقى اذا في كام نقطه مهمه لازم تعرفوها. اول حاجه، ازاي حسبنا عمر الكون في حالة اصطدام نجم نيوتروني؟ لما نقيس قوة موجات الجاذبية هنقدر نحسب المسافة للحدث والمجرة المضيفة ليه، والمجرة اللي بنتكلم عنها هنا NGC 4993. فلما نقيس كيفية تمدد الضوء الصادر من المجرة اللي هو الانزياح الأحمر هنعرف مدى سرعة الحركة بتاعته، وبالتالي نقدر نرجع لورا ونحسب عمر الكون. تاني حاجة، انفجارات أشعة جاما جاية منين؟ في الستينات لاحظ علماء الفلك انفجارات قصيرة من إشاعات أشعة جاما عالية الطاقة، لكن ما قدروش يحددوا مصدرها. وبعد اكتشاف انفجار أشعة جاما وحدث موجات الجاذبية في وقت واحد وفي نفس المنطقة من السماء، ساعتها قرر الباحثين إن اندماج النجوم النيوترونية لازم يكون هو المصدر. آخر حاجة، إزاي تم اختباق المادة المظلمة؟ طبعا بعض النظريات حاولت تفسير الحركة الغريبة بتاعت المجرات ومجموعات المجرات من غير ما يلجأوا للمادة المظلمة نهائي. طبعا النسبية العامة بتقول إن الضوء والجاذبية بيتحركوا بنفس السرعة، بس في كذا نموذج بيتطلب إن هما يختلفوا. لكن بعد السفر لمسافة 130 مليون سنة ضوئية وصلت موجات الجاذبية سنة 2017 قبل 1.7 ثانية من الإشعاع الكهرومغناطيسي المقابل، وده معناه إن السرعات مش ممكن تختلف إلا في حاجات طفيفة قوي، ببساطة تقريبا متساويين. لحد لحظة حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت أكون شرحت لكم الموضوع بشكل مبسط، والسلام عليكم.